هاي، اليوم رح خبركن عن 5 أنواع أحذية لازم تكون بخزانة كل سيدة شو ما كان ستيلها. أول حذاء هو الستيلاتو. إذا كنت حدا كلاسيك، اختاري باللون النيود أو اللون الأسود على ماتيريالز مثل الجلد اللميع أو الفتحة. أما إذا كنت حدا ترندي أكتر، فيك تستبدلي الستيلاتو الكلاسيك بستيلاتو من ماتيريال مثل الفلور أو الجليتر، مطرز أو مشكوك خرز. وإذا عبالك شيء أكتر بناتي وغيرلي، اختاري السوبرغا. ثالث حذاء هو البالي فلاتس أو الباليرينا. البالي فلاتس لازم يكونوا موجودين بخزانة كل ست باللون النيود واللون الأسود. لوفر بيختلف اختياره حسب الأذواق. إذا كان ذوقك كلاسيك، فيك تختاري بلون واحد، أو فيك تعملي تويست صغير وتعوزي لون ميتاليك مثل الفضة، الذهبة أو البرونز. إذا كنت ستايلش، فيك تختاري اللوفر بألوان فاقعة أكتر، معمول بماتيريالز مثل الفلفت أو التويد ومحطوط عليه خرز. أما إذا طلبك هو كلاسيك مع تويست صغير، فيك تختاري لوفر كمان من ماتيريالز مثل الفلور، التويد، السنيك وغيرها، بس فيه يكون مطرز عليه موتيفات مثل باترنز، فلاورز. ويلي بتحب تجن أكتر فيها تختار اللوفر كله شوارفسكي وأحجار ملونة. رابع حذاء لليوم هو البام. اختاريه بلون ميتاليك مثل البلاتين ليكون بنفس الوقت على الموضة ويزبط مع كل ألوان التياب مثل الفضة والذهب بالليل أو كل ألوان الباستيل بالنهار. إن شاء الله تكون حلقة اليوم عجبتكم. إذا عندكم أي أسئلة تركوا لي إياها بخانة التعليقات. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة دنيتي وتعملوا لي فولو على فيسبوك، تويتر وإنستغرام.